احنا سبورت لمبادرة لمبا اوكي بهذا الايفنت خاصة. امنا بقدرات لمبا اللي عم بتحاول تساعد كل الموهوبين في الاردن اوكي وتبين قدراتهم للناس، فحبينا انه احنا نكون جزء من هاي المسؤولية المجتمعية في الاردن. انا كنت احد الحضور بالفعالية الماضية للمبا، كان احد اصدقائي مشارك فيها، فلقيت انه لمبا كتير عم بتحاول تبرز المواهب اللي مدفونة عندنا بالاردن. يعني حتى تفاجأنا من المواهب اللي موجودة فعليا بالاردن وبدأ حدا يطلع حدا العالم، فحبينا انه نكون جزء من هذا الاشي. مبادرة لمبا هي مبادرة تطوعية خيرية بتحاول تبرز مواهب الشباب الاردنيين في الرسم، في الكتابة، في القراءة لعامة الشعب. خنك اليوم ان شاء الله انطلقت روايتي الثانية، الاولى اسمها حب على رقة حرب، انتشرت في 2018، واليوم ان شاء الله راح انشر روايتي الثانية وهي انطلاقتها، اسمها احتل وطني سرطان. صراحة وحي او لمبا بشكل عام، هذا الايفنت 15 يمكن سادس او سابع مرة بشارك معهم. لمبا بشكل عام تدعم المجال الادبي، تمام، تدعم الرسامين، بتلاقي مكان وحيز للناس اللي ما لقوا الاشي اللي كانوا يدوروا عليه. يعني انت عندك موهبة بس ما مش ملاقي الانطلاقة البدائية منها، بتكون من ايفنت لمبا. ثانيا صراحة ايفنت هدفه ثقافي تماما، ما في بحث، ما في اي اسباب اخرى، خلاص بس هدفه انه عندي ناس ولازم ننمي موهبتهم وخلي الناس تشوف شو عندهم. رسمت كذا لوحة، في منهم بيحكوا عن ستاري نايت للفنان فان جوخ، وفي رسمة لدالي، في واحدة لفريدا كالو، أغلبهم لرسامين أصلاً أريد هم مشهورين، فأنا حبيت أضيف هذا الطابع التراثي للفن بصراحة، لأنها هي بتضم يعني عدد كبير من الفنانين وشفت كتير فنون حلوة، فهذا الشيء عم بخلي الناس عم تنشر فنها بشكل أوسع. مشروعي اسمه شوكولات بان، هو عبارة عن حلويات، يعني مختص بأكثر من نوع حلو، بس بروح بخلي تركيزي أكثر شيء على التشيز كيك. دائما الحمد لله دائما آرائهم غير شكل، يعني دائما الفيدباك بيكون كتير حلو، وأكيد دائما برجعوا لي كل مرة بكون بالإيفنت برجعوا بيسألوني عن أشياء أنا كنت عاملاها. صراحة يعني دايما مع لمبا دايما ما بقدر تيجي لمبا ما أكون معاهم، صراحة كتير بتفيدني كتير بتدعمني، الناس بيعرفوني عن طريق وبلشت معاه، وإن شاء الله كده رح أكمل معاه لإشي أكبر إن شاء الله.